أهلا بكم من جديد. فيضانات كارثية تضرب تايلاند وتخلف أضرار كبيرة وعرقلة في حركة السير في العاصمة التايلاندية بانكوك. قبل البداية نرجو منكم دعم القناة بالاشتراك والإعجاب، هذا يساعدنا في تقديم المزيد. تايلاند تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت طوال اليوم الخميس في تايلاند بحدوث فيضانات كبيرة في شمال ووسط البلاد، وتفاقم الوضع وإجبار السلطات إلى صرف المياه من السدود إلى الأنهار ما أدى إلى خروج عدة أنهار من مجراها. وفي بانكوك غمرت المياه العديد من المناطق عندما حولت بقايا العواصف إلى منخفض استوائي اجتاحت المدينة الأسبوع الماضي. ومع استمرار فيضانات نهر مون تم نقل أكثر من 7000 شخص إلى 60 ملجأ في المدينة، وقالت السلطات إن منسوب مياه الفيضان مستمر في الارتفاع. إلى هنا انتهى خبرنا اليوم، كما ونذكركم أننا نسعد بانضمامكم في القناة. دمتم سالمين وفي حفظ الله ورعايته.